هنا سؤال: هل هناك مواطن للعالم أن يكتم العلم فيها ويستحب الكتمان حينئذ؟ قل نعم، ولذلك فقه، لكن الأصل بث العلم، والأخيرة من الأمور المستثنيات التي لها مواطن وتنقضي وينقضي الكتمان بانتهاء تلك المواطن أو بمفارقتها. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ونهى معاذ بن جبل أن يخبر بذلك. قال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ذلك لأبي هريرة، أمره أن يبشر من لقي من المسلمين بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فكان من أول من التقى بهم أبو هريرة عمر، فبشره فضربه عمر ضربة أوقعته، فقام يجري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فركبني عمر، أي جرى بعدي. ولما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أخشى أن يتكل الناس. فقال: إذن لا تخبرهم يا أبا هريرة فيتكلوا. وهناك نصوص كثيرة في هذا الصدد، فيها يكتم العلم إذا كان في بثه ضرر. وقد قال أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم. فذكر هذه الآية: إن الذين يكتمون. وقال أيضا: إني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني، أما أحدهما فبثثته، وما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، وأشار إلى رقبته. قال العلماء: إن هذا العلم الذي كتمه أبو هريرة في بيان أسماء أمراء الجور، ولو بثه لحدثت فتن عظيمة. ومن ذلك أيضا أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر النبي إليها حديثا، أصر أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه أعرضه بالقرآن مرتين، قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي. وقد يكون في نشر أجل الرسول أنه انتهى، قد يكون فيه لبعض الناس خير، لكن النبي جعله سرا، وما أخبرت به فاطمة إلا بعد أن مات. وكذلك أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة بن اليمان ابن اليمان رضي الله عنه بأسماء المنافقين وبشيء كثير من أحاديث الفتن. ولام عدد من العلماء، علماء الصحابة والتابعين، أنسا رضي الله عنه لما سأله الحجاج عن أشد صورة من صور العذاب عذب بها النبي صلى الله عليه وسلم أقواما، فقال له أنس وذكر له قصة العرنيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. فالحجاج لما سمع بذلك
كان يستهون كل عمل ويستقل كل عمل عمله مع المسلمين، ولا ينظر إلى أنه لا كفروا وارتدوا والذي يفعله إنما يفعله بالمسلمين. فلذا فنشر العلم له فقه. نعم، الأصل أن العلم النافع يبث، ولكن ما من شأنه أن يحدث فتنة أو أن يفهم على غير وجهه يؤجل ويوضع في محله. فإنه إذا جاءك خارجي يكفر الناس وذكرك أو طلب منك موعظة، فإذا جئت تذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة نمام، لازداد تكفيرا للناس وإضلالا لهم. وكان لو جاءك مرجئ يطلب منك موعظة، فإذا ذكرته بمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة ازداد في بدعات الإرجاء وقوى بدعته بذلك. فلذلك فقه ينبغي أن يراجع وأن يتدبر. وليخينا أبي أويس وفقه الله رسالة في هذا الصدد نافعة في بابها إن شاء الله.